احنا ما زلنا في حديثنا عن المنتخب، لكن قبل ذلك في خبر اليوم نزل في موقع الاتحاد الآسيوي عن الحضور الجماهيري. حصلنا على طبعا توهم من المجموعة الدور الثالث، اعتقد مباراتنا مع تايلاند كانت هي ثاني اكثر او ثالث اكثر حضور جماهيري في التصفيات، بحضور جماهيري وصل الى 62 الف متفرج. طبعا للأسف أنه كل هذا الحضور الجماهيري وفي النهاية يخرج المنتخب. عموما هذا ما يخص الحضور الجماهيري للجولة أو الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم. ابو احمد، والله بس للاضافه، انا السؤال لانه كان سؤال مهم، انه اللي خص المسحل، انه لن استقيل وتقدم استقالتي. بس في نقطه مهمه، طبعا انا شخصيا ما الوم المسحل انا على كنت الاخطاء، برجع لهم لكن لسه ما خلص الموضوع. نعم بس تفضل، مو مشكله كمل. بس انا اللي بودي اتكلم فيه انه محمد المسحل تحدث، قال انه احنا وجدنا تراكمات كثيره. يعني انت تجي، انت يفترض انك تقراها بشكل صحيح، تجي تصير بفم المدفع، انت التراكمات الكثيره، وفي مرحله كانت مرحله حساسه وخطيره جدا بالنسبه للكره السعوديه. طيب شو المفروض يعني انه ما يقبل المهمه قبل؟ طبعا اذا كان يرى انه التراكمات، انه وصل الى التراكمات، انه ما يقبل المهمه. اجل ما حل لاقي احد بهالمبدا ابو احمد. شوف حبيبي، انت بتلاقي احد؟ لا ما حل لاقي. حتى المسحل ما كان، المسحل ما كان راح يرفض المهمه. احنا شوف، احنا مشكلتنا من راح نلاقي احد؟ بنلاقي احد، المنتخب بيمشي. لا بهالمبدا اقصد ابو احمد، المبدا اللي بيقول انا والله اقصد انا جاي وعندي عادل، خليني اكمل لك، الله يرضى عليك. تفضل. عادل، المشكله تكمن في انا منطق المسحل اللي يتكلم عنه محمد المسحل. محمد المسحل وش قال؟ قال احنا ما جينا، تحسبوني ثلاثة في سبع شهور، قال احنا جينا تراكمات السنين، تحملناها كلها تراكمات السنين اللي مضت. تراكمات السنين اللي مضت ايش تعني؟ تعني انه كل السلبيات موجوده، يعني ان لم تحل هذه السلبيات، انه هذه السلبيات بلا شك انها تبي تطغى على عملكم، تبي تاثر عليه، والاقرب انها تبي تقوده الى انه ما يحقق نتائج. طيب اذا هذه اشياء مكشوفه بالنسبه لمحمد المسهل. يفترض انه يعلنها في البدايه، يقول انه ترى انا جيت في المرحله كيت كيت وكيت، وانه المرحله خطره وصعبه وما الى. هذا اللي انا كنت اتمنى. بس هل تتوقع ان النتيجه لازم تظهر في اشهر بسيطه، نتيجه اداره الانتخابات والله واعداد منتخب من لا شيء؟ تبي الصحيح؟ تبي الصحيح؟ لا أوصح. احنا ما نقدر نقول انه محمد المسحل اخفق ولا شيء، هي فعلا تراكمات، لكن انا على اليه العمل. انا طيب، اللي اتمنى لو سالتني اليه العمل، انا ما اتمنى انه يقام مؤتمر يوم الاثنين الجاي، لانه الى الان الناس قاعده تعيش الاخفاق، مهما ذكرت من مبررات لن يتقبلها الناس. انا اتمنى انها فتره لاحقه. طيب. الجانب الاخر، حتى في العمل، في العمل الناشئين والشباب، انا كنت اتمنى انهم يسالون اهل الاختصاص، هل مساله البحث عن البراعم هي مساله شو اسمه اداره المنتخبات؟ هذا بنحكي عنه اليوم، بيكون معنا الاستاذ خميس الزهراني على فكره، وهذه مهمه جدا. طيب انا اخذت عشان هالموضوع اليوم اتصلت عليه بالذات.